وثقت وزارة شؤون الشباب والرياضة تجربتها في هذا الكتاب ليؤصل ثقافة قياس المؤشرات المتعلقة بمجالي الشباب والرياضة كونها مرجعاً علمياً لمعرفة مدى المؤشرات التي تتناسب مع طبيعة عملهم. كل هذا العمل والجهد وضعناه في خدمة القطاعين الشبابي والرياضي إيماناً منا بأهمية تبادل الخبرات الإدارية والفنية بين الأشقاء، وذلك بهدف واحد وهو تحقيق التطور الكبير للحركة الشبابية والرياضية.